يلا اتفضلوا. هاتي عنك. يسلم. ايه شو هالفطور هذا غير شكل؟ ليكي اختك عملت لك من البرك يلي بتحبيهم. ذوقي يا عمري. زينة، قلت لأمينة تعمل لك هالبرك خصوصي إليك، كلي يلا. يسلموا شاهي، مو قدراني آكل، مالي نفس، ما بدي أمي. ما بيصير، لازم تاكلي مشان تتعافي. يلا حبيبتي. يا ربي، والله الحبسة هون لحالها بتصد النفس. هلا بيفطروا وبيروحوا على شغلهم، ونحن بننزل على الصالون وبنشرب قهوة. زينة، شو رأيك حط لك شي تحضري فيلم؟ اتركوني، حاسة إنه بدي أرجع نام. ولك بنتي، شو بدك تقضي كل الوقت نوم؟ ليك مخدتك راسك علم عليها من كتر النوم. يلا قومي معنا يلا. خلاص، طول ماني فايقة الأفكار عم تاكل راسي أكل، خلص تركوني بدي نام. وعمك هاد السيد أحمد ما بده يطلع يسلم علينا؟ إيه يعني معقول نحن نشوفه وما يسأل؟ عمي مو حابب يزعجكن ويحسسكن أنكن ضيوف عنا. أكيد رح نجتمع كلنا على العشاء اليوم. رح روح على البيت بعد شوي بنتي مشان جيب تياب. بكرة بيقولوا إيشو هالناس هي ما عندهم غير هالتياب يلي لابسينها حتى يطلعوا فيهم كل يوم. زينة، كرمالي قومي كلي لك لقمتين. إيه يا عمري. ما بدي.